الصدر ينهي المقاطعة للانتخابات بعد تسلمه ورقة إصلاحية من القوى ويشكر القزمي. كرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة 27 أغسطس 2021 العدول عن قرار مقاطعة الانتخابات داعيا لمشاركة مليونية. وذكر الصدر في خطاب متلفز إنه تسلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية دعته للمشاركة في الانتخابات. وأضاف الصدر أن الورقة جاءت وفقا لتطلعاتنا كما اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات. السيد مقتدى الصدر يعلن عودته للمشاركة في الانتخابات ويقول: نريد الإثبات للجميع أن التيار هو الكتلة الأكبر بلا تشكيك أو ارتجاف. أراهن على كسرتكم المليونية والفاسدون يراهنون على مقاطعتكم. سنخوض الانتخابات بعزم وإصرار لإنقاذ العراق وإصلاحه من الفساد.